بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم من هنا من على أرضية ميدان الطائف ومن بطولة كأس الاتحاد هنا مع أول التحديات وأول أيام هذه البطولة مع تحديات سن الحقائق وتحديات الحقائق للفترة المسائية مع تحديات الرموز والأشواط المفتوحة. نتمنى للجميع التوفيق والنماسة يا رب العالمين. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، يا من تتابعون عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث الهام ولهذا الحدث الكبير، انطلق قبل لحظات الشوط السادس لفية القعدان وشوط مفتوح. أسير بحضراتكم وتقدم إلى الخمس المراكز المنطلقة، إلى الخمس المراكز المندفعة، إلى البداية، إلى القيادة، كي أجد هنا هداد لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، من يقدم لنا أول الانطلاقات وأول التحديات. شعار الشوط الأول، شعار الكاس، من ذهب واختطف أول الأشواط واختطف كاس بطولة كاس الاتحاد. ومن يقدم لنا هذا الشعار؟ خالد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري. من يقدم لنا هداد وتحديات هداد؟ النقلة والدور على المستوى الثاني، وصل هنا وتقدم ملبي، ومن وهنا صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف. ومن يتابع لنا هذا الشعار؟ سعود بن محمد بن فهيد آل رزق العجمي. من يقدم لنا هذا الشعار ويقدم لنا هذه التحديات؟ هنا القدوم والوصول في هذه اللحظات، وصل هنا شادي وطالب بن سالم بن عبد الله المري. من يقدم لنا شادي وتحديات شادي؟ وصلت الأسماء ووصلت الشعارات، وصل هنا فريح وماجد بن محمد بن حمد المري شريس المضمرين قادم ليقدم لنا شعاره، وأيضا هنا الوصول والقدوم من شعارك يا أبو هلال. وصل هنا ناصر، ومن هنا؟ نصار. وهنا من يقدم لنا؟ نصار محمد بن حمد بن جار الله. ولكن وين العودة بحضراتكم إلى البداية، العودة إلى القيادة؟ هنا من احنا؟ من يقدم لنا هذا الشعار ومن يقدم لنا تحديات هداد؟ والكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، وهنا هداد وتحديات هداد على البداية على القيادة لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف منذ البداية، وهو مسيطر هذا البطل. ومن يقدم لنا؟ أحد الأبطال، أحد العمالقة، بن شريم التاريخ، بن شريم والماضي، بن شريم والحاضر، خالد بن عبد الله بن طالب بن شريم. هذا هو بن شريم من يقدم ويتابع لنا شعار صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف. أوهو، بسم الله ما شاء الله على هذا البطل وتحديات هداد وانطلاقة هداد. انطلق هذا البطل بهذا الأداء المتميز والعصا في الأبطان، الرك التلقائي بدون أي أوامر بدون أي تعليمات، ويتابع خالد بن عبد الله بن طالب بن شريم. يا بن شريم أسعد الله صباحك، يا هون أسعد الله مساك، يا سمو سيدي أسعد الله مساك، يا سمو سيدي على هذا الفوز والانتصار. بسم الله ما شاء الله، هداد والعصا في الأبطان، هداد والركض التلقائي بدون أي أوامر. تهانينا والنماس لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. والتهاني والنماس لمالك هنا المضمر خالد بن عبد الله بن شريم من قدم لنا هذا الشعار. والمستوى الثاني كان هنا الوصول من شعار صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. ومن قدم وتابع لنا هذا الشعار؟ سعود بن محمد بن فهد آل رزق العجمي. والمستوى الثالث. إذن المشاهدين متابعين الكرام، تابعنا وياكم التحديات والانطلاقات، وكان هداد بطلا لهذا الشوط
هنا لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ومن قدم لنا هذا الشعار أحد المضمرين أحد المخضرمين خالد بن عبد الله بن شريم المري، من قدم لنا هذا البطل وتابع لنا تحديات هداد في هذا المساء الجميل. المستوى الثاني كان هنا الوصول من شعار صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. نتابع وإياكم لحظة وصول البطل إلى خط النهاية قاطع مسافة 3 كيلو في توقيت وغدر 4:31.12 والمستوى الثاني كان ملبي أيضا لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف. ومن قدم لنا هذا البطل هنا سعود بن محمد بن فهد الرزق العجمي. والمستوى الثالث كان هنا متعود صالح بن محمد بن منصور الرزق 4:44.33. والمستوى الرابع كان هنا مجد علي بن مطارد هنا الصمصام اليامي. وخامس المراكز نتابع وإياكم لحظة وصول خامس المراكز إلى خط النهاية نتعرف على المستوى الخامس كان هنا نجم وهنا مسر بن محمد بن مسفر آل فطيح اليامي.